على مرتفع صخري يشرف على بلدة حردين ويطل على الجبال الخضراء، وفي ظلال سنديانات وافرة اكتمل بناء كنيسة على اسم العذراء مريم في حردين، وكان ذلك عام 1902. هي تابعة لوقف مرشينة. في شتاء 1948 ضربت الكنيسة صاعقة قوية دمرتها، فأجرى أهل حردين في لبنان وأمريكا حملة تبرع جددوا بعدها البناء، ولكن أصبحت بحجم أصغر. شيدت بالحجر المتقن التقصيب، والصيف 2001 كللت بالقرميد الأحمر. من الداخل سقفت بالباطون المسلح. حنيتها منبسطة بعقد مروس، علقت في وسطها صورة للعذراء، وقام أمامها مذبح على عامودين من قبة الجرس القديمة، يحمل أبناء حردين لوالدتهم مريم في قلوبهم أعمق مشاعر الحب، ويقدمون لها أسمى شعائر التكريم.